ننتقل مشاهدينا لفقرتنا الأخيرة، بنتكلم فيها عن بعض المشاكل اللي يواجهها الأطفال أو أهم مشكلة قد تلاحظها الأمهات والأباء الجدد، هي مشكلة المغص عند الأطفال. قد تكون أعراضها مزعجة بالنسبة للطفل وأيضا على الأهل، لذلك خلونا نتعرف كيف ممكن نتصرف في هذا الموضوع. معنا في الاستوديو الدكتورة نوف النون، أخصائية طب الأسرة. صباح الخير دكتورة. صباح النور والسرور. صباح الخير. صباح النور والسرور. الله يعافيكم يا رب. دكتورة، يعني يمكن احنا اول ما يكون في بيت اي حد منا طفل جديد، نعرف ان المشكلة اللي بتكون موجودة على طول المغص عند الطفل او الازعاج اللي يكون في بطن الطفل. بالنسبة حق الامهات والاباء الجدد، كيف ممكن يعرفون ان طفلهم سبب بكائه المغص؟ مثل ما قلتي، المغص عند الاطفال الرضع من الاكثر شيوعا عند الاطفال، وتحدث تقريبا بنسبه 40 الى 50% ما بين الاطفال، وتحدث في الفتره الزمنيه الاولى اللي هو توه حديثي الولاده، لها اول شهر الى شهرين تقريبا. في مؤشرات كثيره تاشر ان في الطفل عنده مغص، لان هي مشكله مزمنه وممكن تاثر على حتى الام وتسوي مثلا نوع من الارق او القلق لدى الطفل. من المؤشرات ان احنا كثيره عند بكاء الطفل اللي تدلنا انه في مغص. المغص بشكل عام احنا شو نفهمه؟ انه نوع من التقلصات اللي تحدث في معده الطفل نتيجه احتباس نوع من الغازات او الفقاعات الهوائيه. المؤشرات اللي احنا لازم نحطها في عين الاعتبار لما نتعامل مع الطفل، مثلا بكاء الطفل، بكاء الطفل يكون جدا حاد ومرتفع بصوت جدا عالي، حتى ممكن يستمر بين ساعتين الى ثلاث ساعات، حتى ممكن يستمر اكثر عن ثلاث ساعات حتى. غيرها كله ممكن يستمر او يتكرر خلال فترات النهار، بس اكثر شيء تلاحظه الام فتره المساء، تقول دائما بالليل الطفل يبكي بشده، حتى تقول كانه في شيء مضايقنه او شيء يألم المريض او الطفل. الشيء الثاني، ممكن البكاء يستمر اكثر عن ثلاث ساعات ويتكرر اكثر عن ثلاث ايام في الاسبوع، وحتى ممكن يستمر لمده ثلاث اسابيع متواصله. جميل. دكتوره، نتحدث عن اسباب المغص، شو اللي سبب المغص اليوم لدى الاطفال الحلوين ويخليهم يصيحوا وايد؟ المغص ما له سبب واضح، بس مثل ما قلت، هي الفكره انه في احتباس نوع من الفقاعات او الغازات اثناء رضاعه الطفل، يعني الطفل يوم يرضع ممكن يبلع نوع من الهواء، فيكون احتباس في المعده فيؤذي الطفل، فيكون الطفل يبكي بشكل مزمن. فنحن دائما نحرص فتره الرضاعه سواء كانت رضاعه طبيعيه او عن طريق الرضاعه الصناعيه، ان نخلي وضعيه الطفل مرتفعه. بعد ما ننتهي من الرضاعه ويكتفي الطفل من الشرب، اهم شيء نطبطب على الطفل. يعني ممكن احنا نحمل الطفل بطريقه معينه، نعمل يعني بطريقه وضعيه افقيه، ان نطبطب على ظهر الطفل نتاكد من خروج الغازات. هذه الغازات ممكن تخرج بطريقتين، ممكن عن طريق التجشم او عن طريق الريح. فهي طريقة جدا مهمة وجدا أساسية إنه ما يصير أي مغص أو تقلصات لدى الطفل. جميل. دكتورة نوف، خلينا نتكلم عن يعني الطريقة اللي ينام فيها الطفل، هل هي تأثر أيضا في وجود الغازات؟ أنت ذكرتي إحنا الرضاعة لازم شوية الطفل يكون بوضعية شوي مرتفعة، لكن هل لبسه مثلا إذا قمطناه، إحنا وايد متعودين هني نقمط الطفل، هل هذا أيضا يأثر على موضوع الغازات؟ بالضبط، مثل ما قلتي، التقميض من الاساليب اللي نحن نقدر نستخدمها لاراحه الطفل من هذه التقلصات. ممكن اول شيء كتدفئه للطفل بحد ذاته، وايضا تعمل نوع من الضغط على معده الطفل تساعد في خروج عزكم الله الريح او الغازات. ممكن اراويكم الطريقه بطريقه مبسطه. في طبعا عده طرق ممكن نستخدمها للتقميض، ممكن ناخذ اي قطعه قماش نتاكد مكان نظيف للطفل وما في شيء ممكن يؤذي الطفل. اول طريقه اذا كانت عندنا هاي الحركه ممكن نسويها بطريقه مستطيله او عن طريق الاكثر شيوعا احنا في مجتمعنا نستخدمه المثلث عليك نور. ممكن نحطه بهاي الوضعيه. اوكي، طبعا على طول القماش وحجم الطفل، بعدين ناخذ الطفل. اول شيء لازم نتاكد من نقطه مهمه جدا، في حركتين احنا ما نفضلها في التقميط ولازم احنا ننبه الاهالي عليها. اولا، ما نعمل وايد ضغط على حركه الطفل. كنت بسالك عن هالحركه، مده الايد، هاي مده الايد ساعات ممكن تاذي حتى الطفل، ممكن يسوي خلع لا سمح الله. وفي نقطه وايد مهمه ايضا، في هاي الحركه اللي احنا لما نضغط على حركه على رجل الطفل، انصح الاهالي انه يتجنبون هاي الشيء. ممكن تراوينا الحركه مره ثانيه عشان نستعرضها؟ اهم شيء ما يصير ضغط على رجل او فخذ الطفل او ركوع الطفل. ليش؟ لانه ممكن لا سمح الله عن طريق هاي الطريقه احنا نحسها بسيطه، لكن الطفل في هالمرحله جدا ضعيف وجسمه ضعيف جدا، يعني فممكن يصير له اي اصابه باي ضغط بسيط. فلما انا اضغط بهاي الطريقه، شيء ممكن يحصل، ممكن لا سمح الله تصير حاله مرضيه، يصير انفصال عن اللي هو عظمه الفخذ عن الحوض. وهاي المشكله لا سمح الله بهاي الطريقه البسيطه ممكن تؤدي الى ضرر.
فنتجنبها. وهاي المشكلة إذا صارت ممكن الأهل ما يستوعبون بوجودها أو الطفل حتى ما يحس بها، بس ممكن تظهر على 4 أو 5 شهور، ممكن تأثر على حياة أو حركة الطفل، ذيك الساعة تستدعي تدخل طبي. جميل. فإذا وجهنا هاي، حطينا هاي النقاط الأساسية، الحين أراويكم الطريقة اللي ممكن نستخدمها في التغميض. أول شيء نعمل ضغط بسيط على يد الطفل، بعدين ناخذ الحركه ونلفها، طبعا يكون شيء مريح ما نعمل ضغط شديد عليها، والزائد ندخلها حوالين جسم الطفل. نعم. بعدين نفس الحركه، اذا كان ايد الطفل شاده ممكن نتسف من طريق الكوع، بس نشوي عشان خليها نفردها، خليها سيده او خليها بشكل مستقيم. في نفس الحركه نعملها، وممكن نثبت القطعه الزائده اما عن طريق ادخالها تحت الطفل، جسم الطفل. نعم. او ممكن في ناس ممكن تستخدم الدبوس او الحبل. نحن بالنسبه للدبوس او الحبل ما ننصح فيه، ممكن انه يضر الطفل. الشيء الثاني ان الحبل لما يشدونه لهالي شيء ممكن يصير ضغط على منطقه الحوض، ممكن يصير هاي المشكله الصحيه اللي احنا ما نفضلها. فهي من الطرق، وفي طرق مختلفه، بس اهم شيء هاي المنطقه تكون خاليه من اي ضغط. جميل. حلو. يعني ما نضغط على اليدين ولا على عظمه الرجل. نعم. لانه ممكن يؤذي الطفل، وخصوصا حتى ذكرتي نقطة جدا مهمة، مسألة استخدام الدبابي. سبحان الله الطفل تحرك ولا شيء، دبوس ممكن يأذيه، فبالتالي نحن نحاول قدر المستطاع أن نحافظ على أن الطفل يأخذ هذه الوضعية بمدة التقميط. حتى كم لازم الطفل يتقمط، ومتى؟ أنا أحب الأهالي يتمددون بعد القمط. كم مدة التقميط دائما تكون؟ ما في للحكم يعني الارتباط مدة زمنية براحة الطفل من المغص، ما في أي مدة زمنية. إذا الطفل مرتاح ما زعجنا الموضوع ممكن يستمر، لكن بالأفضل أن نحرك حركة الطفل، نتأكد أنه ما حاطين ضغط كافي على الطفل. وفي نقطة ثانية، أنه ما يكون الطفل طول الوقت بحرارة وحاسب دفوة. صح. فإذا كانت حرارة زائدة يعني الطفل حران، بعدها يخلي الطفل يصيح ويتحيد زيادة، وممكن يستمر الموضوع فترة أطول. دكتورة نوف، أنا ما شاء الله خالة عندي وايد عيال خواتي، فجربت يعني دائما عندي هاي المهمة أن أنا أسوي مساج للأطفال في منطقة البطن. هذا الموضوع ممكن يفيد المغص عند الأطفال؟ حركة التدليك مفيدة للطفل، ممكن تساعد في تخفيف المغص. يعني ممكن نستعرضها حتى أراويك الحركة. يعني فوق على تحت على جا، كيف ممكن الحركة تكون حركة الأطفال؟ حلو. بالنسبة للمغص إحنا ما نقول مثلا هي مثلا تدليك الريل، في ناس في مجتمعنا يأخذون الريل ويسوونها نوع من المساج إنه يريح الطفل، بالأصح هي حركة المباشرة على البطن. يعني إحنا شو نسوي؟ ممكن بالإيد، أو في ناس يحبون يستخدمون نوع من الزيوت أو الأعشاب الطبيعية، مثلا زيت الزيتون الأكثر شيوعا استخداما في مجتمعنا. إحنا نفضل زيت الزيتون لأنه ما يسوي أي مشاكل أو حساسية للطفل. صح. فإذا زيوت ثانية ما في أي مشكلية، بس نتأكد أنه ما يسوي أي مشاكل لجسم أو جلد الطفل. فلما نستعرض الحركة أهم شيء تكون بحركة دائرية، نضغط على بطن الطفل أيضا بشكل متوسط إلى معتدل. نضغط عليه بحركة مع عقارب الساعة، يعني ناخذه كذا إذا نشوفه بهالطريقة، حركة دائرية. إيه، حركة دائرية نضغط مع عقارب الساعة لين الفخذ. ليش؟ لأن حركة القولون لو عمها كذا فتساعد إنه في خروج الريح أو الغازات. عزكم الله. استعرضي مرة ثانية دكتورة الحركة. إيه طبعا، ناخذ بطاقة معتدل نضغط بشكل مستمر متواصل بشكل مع عقارب الساعة إلى هاي المنطقة، وممكن نكرر الحركة 2 إلى 3 مرات لما نحس أنها تريح الطفل. جميل. بالنسبة للأدوية الشعبية واللي يستخدمونها دائما مثلا في التخلص من الغازات عند الأطفال، لينسون نشرها توقع، صح؟ وماي وشكر بعد. ماي وشكر لينسون. سؤالكم حلو بالنسبة للأعشاب، لأن إحنا كأطباء ما ننصح أول 6 شهور في حياة الطفل يصير أي نوع من المكملات، سواء كانت أعشاب أو أي شيء ثاني، ويكون محصور هاي الفترة بس بالرضاعة الطبيعية أو رضاعة صناعية إذا كان في أي مشكلة في الرضاعة الطبيعية. نعم. فنتجنب استخدام أي أعشاب أو أدوية. النقطة الثانية، إحنا ما نعرف نوعية الأدوية هاي أو الأعشاب، نروح عند العطار أو الصيدلي يقول لها نوع من الأعشاب، لكن دائما في الحقيقة تكون معها كحول، مواد حافظة، جزيئات ممكن تؤدي إلى ضرر أو أذية للطفل، وممكن تزيد المغص عند الأطفال أكثر عن تريحه. وفي حتى شيء ثاني ممكن، أن هاي الأدوية أو الأعشاب إحنا نحس أنها هي أشياء طبيعية مثلاً، لكن ممكن تضر الطفل، فنفضل أن مراجعة الطبيب قبل ما نستبدأ أو نبدأ بأي دواء أو أعشاب. بالنسبة لليانسون، إحنا هي فكرة ما لنا ضرر أو مشاكل مع اليانسون أو بذور الشمر اللي هو في المجتمع العربي. نعم. ما عندنا أي مشكلة معه، ولا حتى البابونة، شاي البابونة. صح. بس تفادياً لأول 6 شهور، لأنه ممكن يصير ضرر أو تهيج، وممكن يصير للطفل مشكلة ثانية، وهاي المشكلة بحد ذاتها المغص عند الأطفال ممكن تزول خلال 4 شهور بالكثير عند 90% من الأطفال. جميل. دكتورة بسأل سؤال أخير. طبعاً. لما الطفل ذكرتي في البداية تصيبه حالة يعني البكاء الشديد بسبب المغص وايد يصيح،
كيف ممكن الأب والأم يتعاملوا معاه في البداية؟ يعني في هاي الحالة حالة البكاء الشديد، شو أول شيء يسوونه عشان يهدون الطفل؟ بالنسبة لوقت البكاء الطفل ساعات يستمر لمدة 3 ساعات، وممكن يكون مزعج الوالدين والأم خاصة يصير فترة الليل. فمن الطرق أو الأساليب اللي احنا ذكرناها، سواء كانت التقميق أم التدليك، في طرق أخرى ممكن نستخدمها مثل المصاصة، ممكن نستخدمها لراحة الطفل. الشيء الثاني ممكن نعمل حمام دافي للطفل يريح الطفل، وممكن نستخدم أكثر من أسلوب في نفس الوقت. وفي حركات ثانية ممكن نسويها، ممكن أرجح الطفل من يمين إلى يسار مثلا، ممكن ناخذ الطفل بهدوء، ممكن أرجح الطفل من جهة لجهة، هذا يعمل نوع من التهدئة وراحة الطفل. ممكن وضع الطفل قريب من جسم الأم أو الأب لراحة الطفل، بحيث يعمل من الدفء والحميم اتجاه الطفل فيحس الطفل بالراحة. فهي بعض الحركات اللي ممكن نعملها كحد ذاتها أو بأساليب مختلفة تريح الطفل. جميل، حلو. بعض الحركات بالفعل البسيطة ممكن يعني تخلي الطفل ينسى موضع الألم والحركة هذه، وخصوصا مثل ما ذكرتي أن هي مشكلة وقتية يعني، وأكيد راح يتم يعني علاجها خلال هذه. ونقطة كذلك اللي ذكرتها جدا مهمة، ان الحين ما نستخدم اي ادوية، الله يسامحك امي، ما نستخدم اي ادوية او اي شيء على الله يحفظها يا رب، اي على اي طفل. اول شيء نستشير الطبيب، لانه ممكن يكون عنده حساسية ويكون عنده شيء نحن بهالتالي نؤذي الطفل. نصيحة اخيرة دكتورة قبل لا نختم هذه الفقرة الجميلة. حابة بس انوه الاهل ان هاي المشكلة صحية مزمنة، لكن بحد ذاتها بتزول باذن الله. نقدر نستخدم أكثر من أسلوب راحة الطفل عشان هذا الموضوع يخف تدريجيا. وإذا في أي مؤشرات أخرى تواجدت مع البكاء، لازم الوالدين يستشيرون الطبيب. مثل المؤشرات ممكن نذكرها، مثلا عندكم الحمى، إذا هاي الأعراض استمرت أكثر عن 4 شهور. رقم 3، إذا صار أي طفح جلدي أو تغيرات في لون الجلد عند الطفل. رقم نقول مثلا الأشياء الثانية، التشنجات أو تصلب في جسم الطفل، بحيث الطفل هو بكي يعني يصير له تشنج، يعني حتى ما نقدر نتسف إيديه أو ريوله أو نثنيهم بالأصح. يعني أيضا ممكن يصير ترجيع أو نوع من الإسهال، أو حتى عزكم الله ممكن يصير دم في الإسهال. فإذا تواجد أي من المؤشرات الثانية هاي، يفضل زيارة الطبيب في أقرب وقت. جميل. شكرا لك دكتورة نوف النون، أخصائية طب الأسرة، على هذه المعلومات المفيدة. يعطيك الصحة والعافية. ياكم يا رب، مشكورين. إذا مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقة هذا اليوم من صباح الشارقة، أتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله، مع السلامة. نشوفكم إن شاء الله باكر بنفس التوقيت وضيوف مميزين، مواضيع كذلك مميزة. يومكم سعيد وفي أمان الله.